بمنطقة حمادي ولاية بومرداس، قرر عبد الجليل إطلاق مشروع مصنع للزرابي رفقة شريك مصري، وذلك بعد عدة سنوات قضاها في استيراد نفس المنتوج. مصنع أصبح اليوم مصدر رزق أزيد من 300 عائلة. قلت نشوف واحد يشجع يدير عماله جزائريه، يخدم البروفيسيوناليزم، يفورمي تسمى عماله تسمى تولي بروفيسيونال. بالمجهود تاعنا رانا موظفين اكثر من 300 عام خدام. وبعد سنوات من النشاط اصطدم هذا المستثمر بواقع صعب تساوى فيه المستورد والمصنع من حيث المزايا الجمركية، خاصة إذا تعلق الأمر بالمواد نصف المصنعة، وضعية يراها لا تشجع على شيء سوى العودة إلى الأصل. واحد قال يامبورتي، عنده خدام واحد، عنده ريجيس كوميرس يامبورتي، وانت عندك تجيب برودوي سومي فيني، عندك خدامين، عندك لي شارج، عندك شحال من بارامات، يبلوكيو البرودوي فيني، ما يبلوكيوش البرودوي سومي فيني. حنا رانا نشوفوا بلي رانا حطونا كيما نقولوا كاع في قوقعه واحده. كان الواحد تما كان ما عندوش كونسيونس بروفيسيونال وما ماوش يخمم على هاد الناس اللي راهم يخدموا هنايا، يرمي لي بونش كيما يقولوا ويروح يعاود يولي لامبورطاسيون براسي مهني. وضعيه تهدد بتوقف المصنع ودخول 300 شخص واكثر من ذوي الخبره في تعداد البطاله. يخسر بزاف العمال كي يغلق، لاخاطش يخسروا الخدمه تاعهم، لاخاطش الخدمه تاعهم هي كاين بزاف بيوت رايحه لها من هذه الخدمه. بس كي غلق الوزين راك شفت شحال عدد النساء والرجال خدامين هنا، شحال من دار حتغلق. هي عينه صغيره عن جمله مشاكل يتخبط فيها المستثمر المحلي، والتي ساهمت في ترسيخ ثقافة الاستيراد لديهم وتشجيعهم عليها بعد أن وضعوا في نفس تصنيف المستورد.